عليكم. انا العنوي عبد الخالق كفرش في شارع محمد الخامس على ازيد من 20 سنة وانا في شارع محمد الخامس متزوج، لا عندي ابناء، فاذا به كان متفاجئوا مع عند السلطات المحلية ديال الفنيدق، خلونا من شارع محمد الخامس بدون بديل بدون اي حاجة. وكاين الميزانية خرجت في 2017 ووعدونا بالله غيعطيونا البديل وبدون جدوى، وجابوا كمنطقة حرة لهنايا لمدينة فنيدق، حتى شي واحد من هاد المدينة ما استفد. كمثلا حنا إلا ما استفدناش من هاد منطقة حرة، شكون اللي غيستافد؟ ما عندنا معامل كمدينة طنجة مثلا باش غادي يستافد بنادم، ما كاين حتى شي حاجة. جاو دابا قالوا لنا غتخليو هاد الشارع وشدوا لنا الديوانة، هي النقطة الحساسة اللي كانت لهاد المدينة هادي، وخلونا كنتخبطوا حنا هنا. دابا ولادنا اذا باغي يكبروا كيفاش غادي يعيشوا في هذه المدينه؟ حنا دابا الابناء ديالنا بقاو كيلتجؤوا للبحر، كيتسناو فوقاش تطيح الضبابه باش غادي يتسيبوا في الماء. واش حنا دابا غنبقاو نحضيو ولادنا من البحر؟ هذا لا يعقل. حنا مع اخلاء شارع محمد الخامس، ولكن خصنا البديل، بديل جدري. ما يمكنش حنا هذه 20 سنه وحنا في هذه الارض في هذا الشارع، حنا كنهضروا على هذا الشارع 20 سنه وحنا في هذا الشارع، انا بعدا كنهضر على راسي 20 سنه، هنا اللي ما عندوش عنده 10 سنين في هذا الشارع. وتجي انت كتقطع له رزقه مع العيد دابا وهادي وكاين مصاريف ومع ارتفاع غلاء الاسعار، يعني بنادم الله يحسن العون اخي، ما يمكنش هذا لا يعقل. احنا رحنا مواطن مغربي وكنسمعوا واحد الكلمه كيستفزونا بواحد الكلمه، حنا كلاجئين، حنا كتجمعنا راية وحدة ومالك واحد، راه هذا اللي بعدا واحد كيقول هو على راسه كأنه بعض الأشخاص كيسميونا حنا بالماغوس، هادو راه خصهم يتعاقبوا على هذه الكلمة، حنا ماغوس، حنا راه حنا مواطنين مغربي، ما يمكنش راه كخصو هذا نتابعوه قضائيا، خصو يتابع هذا الشخص هذا، وشكرا. السلام عليكم خوتي المغاربة. كما كتعرفوا حنا فراش هاد ساكنه الفنيدق، هاد السيمانه هادي الاسبوع كامل يعني منعونا من التفريش اللي كنا كنستغلوا شارع محمد الخامس في القوت اليومي للابناء ديالنا، وهاد السيمانه هادي راه حيدونا بدون بديل بلا حتى شي حاجه، يعني ما راعوش الناس، وحنا عندنا اسر وعندنا وليدات وكاين اللي كاري، والله يحسن العوان العيد ماجي دابا، وكما كتعرفوا كل شيء غالي، المصاريف غاليه والعيد غالي، وهاد المدينه هادي ما كاين فيهاش البديل، ما كاينش شي بديل. كانت هاد المدينه هادي الاغلبيه ديال السكان ديالها كيعيشوا من الديوانه من سبته، دابا سبته راه كما كيعرف المغرب كامل، يعني المغرب كامل راه كيعرف دابا سبته مجدوده، وهاد المدينه الفنيدق هادي دابا بقات يعني مهمشه، يعني كثر فيها البطاله بزاف، يعني بقينا بلا خدمه بلا حتى شي حاجه. يعني معظم الشباب ديال المدينه كيتسناو الضبابه، نزل الضبابه باش يمشيو يتلاحوا في البحر، شي كيوصل شي كيموت، والمغرب راه كامل كيشوف هادشي هذا في الاخبار. ودابا حنايا كفراشه بغينا البديل، حتى حنا راه ما بغيناش حتى حنا نفرشوا في هاد الشارع، المهم حنا بغينا نخدموا، بغينا حنا القوت اليومي للابناء ديالنا، حتى حنا ما باغيش نفرشوا حنا في هاد الشارع هذايا، المهم المسؤولين ديال المدينه يعملوا لنا الحل، يعملوا لنا البديل، هما يشوفوا البديل المناسب. حتى حنا ما بغيناش نفرشوا في هذا الشارع هذا، المهم هو المصروف اليومي والعيد ماجي، وخصهم يراعيوا هذه الفئه هذه، وراه فئه كبيره ومخير هنايا عنده وليدات، ومخير اللي ما عنده دار كاري، وكاين بنادم مريض وبنادم كبير في السن، والله يحسن العوان، فهمتي؟ والامور راه واضحه، والمسؤولين راه ادرى بهذا الشيء هذا، وكيعرفونا بالواحد الواحد، راه من 2013 ولا 2012 هما كيقيدوا فينا وكيصوروا فينا، وجاو حتى لبلايصنا وكيصورونا في البلايص ديالنا، ومعروفين عندهم، وحنا راه ديجا يعني كانوا حيدونا ومشينا حتى الرباط وهذه، والمغرب راه كامل عرفنا، وكاع المدن بعدا هنا في الشمال المجاوره استفدوا من البديل 2014 و2017، هاد المدينه هادي ما عمرهم عطاونا البديل، يعني كل عام كيعملوا ديك عمليه التحرير ميك العام كيجيو يجريو علينا، كضرب واحد المده عاوتاني كنرجعوا بلا بديل لا والو. هاد المره هادي جات مع العيد عاوتاني، جات مع العيد زمتونا، دابا سيمانه دابا اسبوع هذا، ودابا وحنا يعني مانعيننا من التفراش، ما خلوناش نفرشوا.
يعني بلا بديل لا حتى حاجه، ما كيتحاوروا معانا ما حتى شي حاجه. شنو كي ملي كنبغيو نهضروا الحق انا كيجيبوا لنا السلطات، السلطات والمقدميه وصحاب الانعاش. واش دابا حنا نهضروا مع اصحاب الانعاش ولا مع المقدميه ولا مع السلطات؟ يعني خصنا المسؤولين اللي يقدروا يتحاوروا معانا بحال الباشا بحال القايد، فهمتي؟ الامور راه كلشي واضح وباين، حنا مطلبنا راه باين، يعني خصنا نخدموا بسلام. المهم هما يشوفوا الحل الانسب لهاد الشريحه هادي، هما مسؤول المدينه غادي يعرفوا الحل. هذا مكان معكم عبد الله. السلام عليكم، انا عبد اللطيف، كنت مجد مدينه فنيده كفراش، هذه مده ازيد من 20 سنه وانا فراش في شارع محمد الخامس. يعني هاد الناس جاوا جراو علينا من الشارع، ما عندناش مشكل يجريو علينا، يعني من حق السلطات. احنا مع اخلاق شارع محمد الخامس الملك العام، ولهذا بدون بديل. يعني ما يمكنش هاد الفراشه هادو غيحيدوهم في شارع محمد الخامس. يعني كما قالوا الدراري اللي قبل مني، هل اللي عنده 20 سنه، هل اللي عنده 15، هل اللي عنده 30، يعني اي واحد راه عنده هاد المده هنايا في هاد الشارع. وعياو ما يجريو علينا، وعياو ما يديرونا بالوعود الفاشله، يعني عياو ما يتحاوروا معنا بدون جدوى. وعلى سبيل المثال جميع المدن المغربيه استفدوا اسواق نموذجيه في المستوى اللي تليق بالفراش، ويعني كيمشي للمكان يعني محترم محصن بدون مشاكل بدون جدوى، يعني بدون جدوى ديال المشاكل. ولهذا حنا كنطلبوا هنا مدينه الفنيده الفراشه بصفه عامه، يعني كيناضلهم اجل لقمات العيش للوليدات ديالهم. كاين اللي كاري، كاين اللي عنده خمسه الاولاد خدام عليهم، كاين اللي عنده امه مريضه، كاين اللي عنده باه مريض، كاين هو اللي مريض، يعني الحالات تختلف، كتختلف بعد الحالات ديال الفراشه. ولهذا كنطلبوا من المسؤولين يلقاو لنا بديل. حنا مع البديل ديال اخلاء شارع محمد الخامس، ولهذا كنناشدوا المسؤولين يشوفوا كيفاش يديروا لنا شي بديل. ولهذا انت كتشوفوا مجال العيد الكبير، الناس عندها الكرا، الناس عندهم مصارف كثيره، ولهذا كنطلبوا كنناشدوا المسؤولين السلطات العليا من هذا اللي مسؤول على هذه المدينه هذه كافه، لا من قريب ولا من بعيد، يديروا حل لهذه الامه هذه لهذه الفراشه. ولهذا شكرا وشكرا بزاف. عبد الرزاق فراش من مدينه الفنيطه، جينا اليوم باش نعاود لكم على المعاناه اللي تيعانيوها هاد الناس اللي تيفرشوا في مدينه الفنيطه. كاين اللي تيفرش هادي 10 سنين، كاين 20 سنه، كل واحد والعدد ديالو. دابا حنا ماشي مع حنا مع تحرير الملك العمومي، ولكن تحرير الملك العمومي بصفه عامه، كاين قهاوي، كاين محتلين شوارع، كاين ممرات ديال الرصيف، ما كاينش مين تدوز. عاد تيجي شارع محمد الخامس اللي هو يفرش، تيستغل التفريشه النهار وفي العشيه تيجمعها. وزائد هاد المعاناه هاد الفراش هذا شنو غيدخل؟ يعني لما فرش باش يصور القوت اليومي ديالو، راه بالعشيه ما غيدي لولادو ما ياكل. عنده مسؤوليه، عنده مدرسه، عنده تيخلص امانديس، عنده بزاف ديال المسؤوليات. وحنا دابا تنجدوا المسؤولين الخطابات اللي كانت يقول جلاله الملك، ديال اي واحد تيتواجد في الشوارع ولا في الارصفه نظموا عطيوه دكاكين مثقفه، اسواق القرب، جميع المدن، طنجه ثلاثه الاسواق، فاس جوج الاسواق، مراكش جوج الاسواق، اكادير ثلاثه الاسواق، وزان، جميع المدن المغربيه بدون استثناء استفدت من المبادره، الا مدينه الفنيدق. ان تيقول لك هادو ناس مرتزقه ماشي الناس ساكنه ديال البلاد، وهما اي واحد تيحمل البطاقه الوطنيه تعتبر مغربي من طنجه حتى للقويره يمشي يعيش فين بغى، تحت رايه وحده وتحت ملك واحد. حنا تنجدوا السلطات المسؤوله وتنجدوا جلاله الملك باش يشوف من هاد الشريحه الضعيفه، اضعف شريحه في المجتمع. وشكرا. السلام عليكم، انا عبد الله من ساكنه مدينه الفنيطه. خوتي حنا كنعانيو في هذا الشارع معاناه شديده، ان السلطات كيجيو كيجريو علينا، بغاو يحيدونا من الشارع، وحنا حنا كنفرشو كنترزقو الله، كنصورو واحد البركه كنديوها لوليداتنا. هاد الناس جاو حرمونا من هذيك البركه، ولينا كندخلو عند وليداتنا ما كنولينا كنلقاو والو. كيجي عندك الوليد الصغير كيقول لك بابا انا بغيت غير دانون، انت ما في جيبك حتى دراهم، من غتجيبو لك؟ هادشي اللي بغيت نفهم انا من هاد الناس هادو، واش بغاو يهجرونا؟ تيديرو لنا التهجير، يعني التهجير اللي غتهجرونا. خليونا نمشيو حتى حنايا، يلاه حلوا لنا الحوت وخلينا نمشيو، حنا ما بقينا كنلقاو ما ناكلو. ولا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد الناس ما عرفش شنو بغاو يديروا، بغاو يفقروا الأمة، حنا عايشين في الفقر أصلا.
حنا هاد الناس بغاو يقتلونا وحنا ميتين، حنا يلاه كنتنفسوا، حنا تا الروح مع الناس ما بقيناش عايشين بالروح ديالنا، علاش ولينا عايشين مملوكين؟ ولينا حنايا مفروض علينا واحد الحاجه واخا حنا ما باغينهاش. يعني هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ نتوما اللي حيدتوهم من هاد الشارع هذا كياكلوا واحد اللقمه ديال العيش، فين غيمشيو هاد الناس؟ هادشي اللي بغيت نفهم من هاد السلطات هادو، واش حنا السلطه في حمايه الشعب ولا في تهديد حمايه ولا في تهديد حقوق المواطن؟ يعني المواطن ما بقاش عايش في هاد الارض هادي، حنا ما بقيناش عايشين بسلام، ولينا باغيين غير لقمه العيش، بغينا نجيبوا غير خبيزه لوليداتنا، حنا ما بغينا والو من هاد الدنيا. حنا ما طالبين لا عمارات لا مبلات لا قهاوي لا حتى حاجه، باغيين غير لقمه العيش. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا معنا هاد البيعه القاره اللي كتتواجد في شارع محمد الخامس عملت عده احتجاجات في بعض المدن المغربيه، منها طنجه، منها عملت المضيق، وتتبعنا الاحتجاجات الى مدينه الرباط امام البرلمان اجل واحد البديل اللي كيصون الكرامه ديال الفئه الباعه القاره في شارع محمد الخامس. كما كتشوفوا كنتعرضوا لجميع الاهانات. لا بلا ما نطولوا في الموضوع، كما كتشوفوا معنا حنا مع الحمله التمشيطيه حنا معها، ولكن نطالب بديل يصول الكرامه ديال العيش. هاد الفئه ديال الباعه راهم عياهم يعملوا احتجاجات، عملنا احتجاجات في جميع الاماكن باش انا نستافدوا حنا كما استافدت جميع المدن المغربيه. الباعه اللي استافدوا بزاف ديال المدن استافدوا، حتى هما تيطلبوا واحد البديل اللي كيصول الكرامه. وشكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا يا فراشه ديال مدينه الحيدر في شارع محمد الخامس، كنا كنفرشوا في هذا الشارع هذا ديال محمد الخامس، اذ بنا كنتفاجئوا بالسلطه ديال مدينه الحيدر هذا بما يسمى بما كيفاش سموها هما الحمله. قال لك كاين الحمله في جميع المدن المغربيه، قلنا ما كاين باش الحمله السيمانه 10 ايام دايزه، وإذ بنا نتفاجأ في جميع المناطق ديال هذه المنطقة، رينكول، مارتيل، اش كيقولوا تيتوان، الناس كتترزق في العشية، ميكين عليهم كيترزقوا، وحنايا هنايا داروا علينا واحد الحظر، ممنوع تنزل واخا عندك جوج بياسات في يدك، ممنوع تخرجهم، إلا خرجتيهم كتجي السلطة، يعني كازنية، المهم المسؤولين اللي كيسيروا هذا الشارع. كيحيدوا ديك البياسات. وهاد السؤال اللي كنطرحوا حنايا، فين غادي نمشيو؟ حنا عندنا هنايا العوائل ساكنين بالعائله ديالنا هنايا قدامين في هاد كاستياف وهادي منذ ازيد من 20 سنه، وحنا كنستغلوا هاد الشارع ديال محمد الخامس. سؤال، حنا ماشي بغينا نحتلوا الشارع، او يعني حنا كنطلبوا البديل يصون الكرامه ديال المواطن المغرب. سؤال، أين هو البديل ديال الباعة الفراشة ديال شارع محمد الفنيزق وبعد فنيدق والشوارع الآخرين اللي في كاستياهو؟ أين البديل اللي وعدونا فيه قبلكم؟ المهم قبل 4 سنوات، قبل 6 سنوات، الوعود وما أدرك ما الوعود اللي كيوعدونا اللي كيوعدوا بها الفراشة، على أن البديل كاين، على أن الميزانية كاينة في العمالة. المشكل ديال مدينة فنيدق كاين، ما عندهمش البقعة أرضية. هذا الشيء اللي قالونا شحال هادي، قال لك الميزانيه راه كاينه، ولكن المشكل اللي عندهم هنايا كيف سموها هما ديك الايامات، قال لك البقعه الارضيه فين غنزلوا مركز ديال التجاري ديال الفراشه ديال بنيدق، هي البقعه الارضيه ما كايناش. والميزانيه كما وعدونا كما قالوا لنا، على ان كانت في العمليه في العماله كيستناو غير يتهيئ لهم واحد البلاصه باش ينزلوا واحد المركز التجاري اللي غيستافد فيه الباعة المتجولين، عفوا الفراشة ديال الفنيدق، حنا ما نسميوش روسنا الباعة المتجولين، لا، حنا الفراشة كنستغلوا الشوارع ديال المدينة من 12 النهار أو الوحدة النهار إلى حدود عيود المغرب كنمشيو بحالنا كيبقى الشارع نقى. حنا ماشي الهدف ديالنا نديروا الفوضى أو نغلقوا الشوارع، لا، الهدف ديالنا نسترزقوا الله سبحانه وتعالى، نخذوا قوت يومنا لأولادنا. حنا مغاربي، ما عفوا، حنا مغاربة مغربي واحد من طنجة للكويرة، من شعار واحد، ماشي مرتزقة أو لاجئ كما كيسميونا
هاد بعض الناس بلا ما نسميهم بلا ما نقصدهم، بعض الناس الله يديهم كيسميو هاد الفراشه على انهم لاجئون مرتزقه. راه ما كاينش لاجئ داخل الوطن، راه مواطن واحد مغربي واحد، شعار واحد. دابا كنطلبوا المسؤولين ديال مدينه الفنيده من سيد الباشا الى عامل الاقليم الى مسؤولين خارج هذه المدينه هذه، مسؤولين اللي في الرباط اللي كيتحملوا علينا المسؤوليه، كنطالبوا باش يوفروا لينا البديل يصون الكرامه ديال المواطن. ماشي يجي المسؤول ديال اللي ما كيفاش نسميوه ما عارف والو كيقول لك طلع سيراميكا، فين كديني سيراميكا؟ من السيء الى الاسوء، من العشوائيه الى العشوائيه. انا ما عندي ما ندير بالعشوائيه، انا كنطالب القانون، كنطالب السوق نموذجي ديال مدينه الفنيدق، مركز تجاري الفراشه ديال مدينه الفنيدق يصون الكرامه ديالي، ماشي شواني يديني من السيء الى الاسوء، ما عندي ما ندير به. فهمتي؟ حنا كنطالبوا في اسرع وقت تدخل السلطه تشوف الحل مع هاد الفئه اللي مضطهده في هذه المدينه منذ ازيد من 20 سنه. حنا مضطهدين، حنا مظلومين في هاد كاستيا خو هادي. انا ماشي كنطلبوا نبيعوا الحشيش ولا نديروا الارهاب ولا نقطعوا الطرق ولا نكريسالو، حنا كنطلبوا قوت يومنا فقط. شنو كيقصدوا هاد المسؤولين ديال هاد المدينه ملي كيقمعونا هاد القمع التام لهاد المواطن؟ اش كيقولوا لنا؟ واش كيقولوا نتلاحوا في البحر كيف عملوا الاخوان ديالنا رحمهم الله؟ هما لواحد السيف في الناطور واحد باقي كيقلبوا عليه ما كاينش. ها اش من هاد السبب اللي خلى هاد الشباب هادو ما يتلاحوا في البحر؟ هاد الويلات العذاب اللي كيمارسوا علينا هاد المسؤولين ديال هاد المدينه هادي. حنا مواطنين عندنا الحقوق ديالنا كامل في الدستور اللي اعلن عليه جلاله الملك في 2011، عندنا الحقوق ديالنا مشروعه كامله، ماشي عندنا من العشوائيه للعشو، ما عندنا ما نديرو في العشوائيه. حنا كنطلبوا الحق والقانون لهاد الفراشه، كنطلبوا نمارسوا الخدمه ديالنا على ما يوفروا لنا البديل يصون الكرامه ديالنا. حنا الخدمه في اسرع وقت، في اسرع وقت قبل العيد باش نوفروا، باش نعيدوا ان شاء الله بعد العيد يديروا لنا الف حساب باش يوفروا لنا السوق يصون الكرامه ديالنا. السلام عليكم، معكم رشيد مدينه واحد الفراش اللي هذه 12 عام او ما يزيد عليها وكيفراش في شارع محمد الخامس. كان بعد داز رمضان وعودنا باش نعودنا نفرشوا وغادي نرزقوا الله العواشر هذه والعاديه ماجي، كنتواجدوا بسبب السلطات كتمنعنا منعا كليا من محمد، من شارع محمد الخامس. هذا حنا يدنا فوق راسنا كنطلبوا في البيت، ما كاينش شي حاجه واحده اخرى. حنا ناس ضعفاء، حنا يا راه فقراء بهذا المعنى هذا، ماشي حنا يا راه حنا واحد الناس اللي ما عندناش، حنا كاريين. انا عندي كنهضر انا حاليا انا كنكاري ب 1000 درهم، ما عنديش منين نجيبها دابا حاليا، اقسم بالله ثم اقسم بالله ما عندي منين نجيبها. هذا شهاده لله سبحانه وتعالى، ماشي غيعطيني شي واحد ولا انا كنهضر على داك الشيء اللي عندي انا. انا راه كيتمارس عليا واحد الضغط وواحد نفسي، واحد الضغط لي فكري، يعني جميع الضغوطات كتمارس عليا كانسان كمواطن عادي. ومن بعد كنسمع باللي انا لاجي وانا 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 الى اخره، هادشي هذا كنطالبوا بالسلطات المحليه، بالسلطات اللي في هذه البلاد هذه كامله تسمعنا تحاور معنا تعطينا غير واخا غير دقيقه ديال المكانه. شحال الناس ما عمرش واحد يهضر معنا حتى دقيقه ديال المكانه، ما عطاناش حتى فرصه حتى هضره. السلام عليكم، شكون نتوما؟ شحنا بغينا نعرفوا على راسنا شكون حنا. ولهذا السلام عليكم.